انت كسبت العرايس. شفت اللي حصل لي يا حاج؟ اتحسدت، خدت عين. هي مفيش واحده كانت بترقص غيري؟ معلش يا ماما، الناس كده ما بتحبش تشوف حد فرحان. وانت يا جوز بنتي شايفاك مبسوط يعني؟ لا انا مش شكلي كده، انا كده وشي بشوش على طول، حتى وانا زعلان ده انا بتقطع من جواي. والله ماشي مردوده لك، صدقيني حموكش زعلان خالص والله. ما يغركيش الضحكه اللي منوره وشه دي. ايوه يا ماما حموكش زعلان. ماشي يا حبيبتي، كده الحمد لله. لازم ناجل الفرح اكيد طبعا. هنعمل فرح ازاي وهي تعبانه كده؟ انا بقول بقى لحد ما هي تخف بالسلامه ان شاء الله بعد كام سنه اتجوز انا وتنكا بقى. لا لا مفيش جواز غير لما انا اخف. هتاجلوا الفرح يا اما هتاخدوني كده بالسرير اللي انا فيه ده اهو وتحطيني في الكوشه اتجوز. اقسم بالله ما حد هيتجوز قبلي. خلاص بلاها جواز. بلاها جواز ايه يا ابني؟ كلها شهر وام تنكا هتقوم زي الحصان. تكون تنكا بقى وضبت البيت وجابت الحاجات اللي ناقصه. واعمل حسابك يا بنتي ان احنا في عايده وكل شويه في ناس بيجوا يباركولي، يعني لازم تبقي جاهزه على طول بالوكل. ايه يعني انا هوضب الشقه لوحدي واجيب الحاجات اللي ناقصه لوحدي وكمان اعمل لك وكل؟ الحقيني يا ماما. اسمعي يا بنت كلام عمك الحاج، هو انت هتفضلي لحد امتى معتمد عليا؟ لازم تعتمدي على نفسك. قلبت عليكي وكمان عامله عليكي حما. امر لله. كتاب حياتي عين ما شفت زي كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي هيبقى عذاب عذاب عذاب. ابنك هيبوظ الفرح يا حاج. عدي الليله يا حموكشه لحسن اديك بالجزمه. عذاب يا قلبي. ولا اقعد يلا، حد ينادي على المطرب يا جماعه. بقول لك ايه، انا ماشي هستناكي في البيت لما تخلصوا المسخره دي وبتعالي. ماشي والله لو وريتي حموكشه. شفتي يا حاج ابنك عمل ايه في الفرح؟ بوظه لنا وماشي. والله لا ادبه. ما تزعليش نفسك انت يا ست العرايس. هي فين البت تنكا؟ مموته نفسها من العياط. طب يلا ندخل اوضتنا. اوضتنا ايه وزفت ايه لما اروح اشوف البت اللي بتعيط دي؟ ماشي حموكشه الكلب، والله لا ادبك بوظت لي اليوم كله. يلا يا بنت يا تنكا روحي حضري الغدا، زمان عمك الحاج زمانه جاي. ايه ده يا ماما، انا احضر الغدا لوحدي؟ ايوه طبعا، هو انت صغيره؟ انا عروسه يا حبيبتي. ايه ده يا ماما، ما انا عروسه زيك. لا انت عروسه صغيره، يعني انت لازم تعملي كل حاجه. يلا يا بنت ورينا يا فرحه طبيخك وما تنسيش رواق الشقه. ماما هو انت هتعملي عليا حما ولا ايه؟ على فكره انت امي. عارفه يا اختي ان انا امك يا شملوله، الناس يقولوا علينا ايه؟ مش عارفه تربيها مش عارفه تعلمها. روحي ورينا العك اللي هتعكيه. بلا نيله بنات اخر زمن. والنبي الشقه هنا حلوه وكده وهواها يرد الروح. خلصت الغدا يا ماما؟ اعملي لنا كده صينيه بسبوسه ولا كنافه كده عشان الراجل يحل بقه. لا يا ماما انا تعبت. يلا يا بنت الجار يا بنت احسن ما اجيبك من شعرك، انت فاهمه؟ وقلت لك روقي الشقه دي، نظفيها خليها بتبرق كده. يو بقى ايه ده؟ وانت ايه اللي مبهدلك كده تنك؟ معفنه والنعمه، من الصبح عماله اقول لها يا بنت ادخلي ظبطي نفسك كده قبل ما جوزك يجي وهي ابدا معفنه طول عمرها. ها؟ انا يا ماما؟ انت ما شفتهاش بقى يا جوز بنتي وهي صاحيه من النوم، شعرها بيبقى واقف قد كده، بيبقى شكلها مسخره. ما سمعتيش كلام امك ليه يا ست هانم؟ رحت ظبطتي نفسك قبل ما اجي، مش شايفاها قاعده زي الفل اهي؟ ولا هي عروسه وانت مش عروسه ان شاء الله؟ بنات اخر زمن يا اخويا. ماما في ايه؟ على فكره انت امي. يا اختي وعشان امك اطبل لك؟ يلا بنت امشي روحي نظفي نفسك. مساء الخير يا ست العرايس. مساء النور يا حاج. حضرت لك الغدا النهارده، عملت لك اكل ايه يستاهل بقك. ايه؟ انا من الصبح تعبانه وشقيانه عشان خاطرك والله يا حاج. شايفه يا ست هانم اتعلمي. والله انا اللي عامله كل حاجه. كدابه طول عمرها بتحب الكذب. ربنا يخليكي تسلم ايدك. بقول لك ايه يا حموكشه انت ومراتك، انا حجزت لكم ايه فندق حلو قوي في شرم الشيخ عشان تروح تتبسطوا وتقضوا شهر العسل. بجد يا عمي؟ ربنا يخليك يا بابا. ايه ده يا حاج، واحنا مش هنقضي شهر العسل؟ نقضيه هنا انا وانتي. انت شايف كده يعني؟ يعني انا ما استاهلش ان انا اروح شهر العسل؟ خلاص خلاص ما تزعليش، هنروح شهر العسل احنا كمان. هنروح مطروح كلنا. مطروح ايه؟ مش عايزه اروح مطروح انا، وبعدين تروحوا معايا ليه؟ ما كل واحد يروح في حته لوحده. شفتي يا اخويا العيال الانانيه؟ عايزين يسيبونا لوحدنا ويروحوا هما يتفسحوا وينبسطوا. خلاص يا ست الكل هنروحوا معاهم. لا هيروحوا معانا مطروح. زي ما انت عايزه مطروح مطروح. بس انا بقى عايزه اروح شرم الشيخ. وانا كمان. انا قلت مطروح وكلمتي هي اللي هتمشي، لازم تتعلموا تسمعوا كلام اللي اكبر منكم. وبعدين في الولايه دي؟ امك يا ست هانم. ايه امك يا ست هانم، دي شتيمه ولا ايه؟ لا يا فالحه بقول لك امك، امك هي اللي بتعمل كده. بتقولي بعدين في الولايه دي، انا مالي. حضري يا اختي الشنطه عشان نروح مطروح. بدات بقى تشتغل لنا مرات الاب والحما وحياتك. شفت يا عيال مطروح حلوه برضو. اه حلوه قوي. انا هروح اطلب الغدا، انا هطلب مشويات بقى. لا هات لنا سمك وجمبري، شويه اسماك كده على ذوقك. لا معلش يا مرات ابويا خليها مشويات النهارده. ايه ده يا حاج، هو هياكلني على مزاجه ولا ايه؟ انا يا اخويا عايز اكل سمك وجمبري. الله عينيا. يلا يا حموكشه روح هات سمك وجمبري واستاكوزا بقى وسبيت، وبص اعمل لنا كده سفره هايله. فيه يابا فيه يابا، هي كل ما تقول لك حاجه تسمعها كده ليه؟ هو انت بتتحكمه في معدتي كمان؟ في ايه يابا؟ عامله عمل الوليه دي ولا ايه؟ شكلها كده. سامع سامع ابنك؟ اخطى عليك
اجازه منيله وفسحه منيله. ومين سمعك؟ طب ما تقولي لامك يا ست هانم. لا انا خايفه، دي بتبهدلني في البيت وبتخليني اعمل شغل البيت كله. اروح اجي معاك تروح تبهدلني اكتر؟ لا يا اخويا ماليش دعوه. يا رب فوضت امري ليك يا رب، الحل ما عندك يا رب. يلا ادي حموكشه روح هات الاكل اللي جايت لك عليه ومتنك بسرعه. حاضر حاضر. عارفه مين اللي يقدر على امك دي؟ مين يا حموكشه؟ امي. امك الله يرحمها. الله يرحمها انت كمان. امي عايشه. ايه امك عايشه؟ انت ما قلتليش قبل كده. ما انت ما سالتنيش. ما انا قلت بلاش اتكلم في الموضوع ده، بدل يا اخويا انت مش عايز تتكلم احسن، يكون الموضوع بيضايقك. يعني امك موجوده؟ ايوه الحمد لله، كانت قويه، ست كده قادره وقويه، عشان كده ابويا طلقها. كانت قويه. بقول لك ايه، بتفكر في اللي بفكر فيه؟ اه يا لئيمه، فكره اخيرا لقيت الحل.